هل سمعت قبل كده عن مصطلح الهجنة؟ الهجنة مش مصطلح، دول عصابة إرهابية مسلحة واللي تحولت لجيش الاحتلال، ومن غيرها ما كانش هيكون في حاجة اسمها إسرائيل أصلاً. منظمة الهجنة الصهيونية تأسست في القدس عام 1920 وقت الاحتلال البريطاني لفلسطين كمنظمة عسكرية صهيونية استيطانية تطرد الفلسطينيين من أراضيهم وتوطن مكانهم المهاجرين اليهود. هدفها المعلن في البداية كان حماية مستوطناتهم وأراضيهم الزراعية، ثم بدأت تتحول لمناطق تدريبات عسكرية للمتطوعين وإنشاء مصانع سلاح وقنابل ومتفجرات لتبدأ سلسلة من سفك دماء الفلسطينيين والعرب وأي معارض ليهم، سلسلة لم تتوقف حتى الآن. نفذ أفرادها عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال الكاتب اليهودي يعقوب ديهان اللي عارض الحركة الصهيونية، بالإضافة لكتير من الأعمال الإرهابية وجرائم الحرب. الهجنة هي اللي قمعت إثوار العرب في الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، ده غير بقى إبادة قرى وبلدات فلسطينية كاملة وتشريد مئات الألاف من الفلسطينيين العزل عن أراضيهم بقوة السلاح وإقامة المستوطنات اليهودية مكانهم. وأشهر المذابح اللي ارتكبوها كانت مجزرة دير ياسين ومذبحة بلد الشيخ. انشقت بقى من الهجنة منظمات تانية، منها منظمة الأرجون اللي ترأسها مناحم بيجن واللي كانت بتقوم بعمليات أبشع ضد الفلسطينيين، ثم تعلن الهجنة استنكارها للأعمال الوحشية دي، لكن الحقيقة إنها كانت مجرد توزيع أدوار وبينهم اتفاق عليها في السر. بعد نكبة 48 بإعلان قيام دولة الاحتلال، أعلن الصهاينة تحويل الهجنة وغيرها من المنظمات العسكرية الصهيونية إلى جيش نظامي لدولة الاحتلال علشان يستكمل سلسلة قتل وتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم. تولى عدد كبير من أعضاء الهجنة والأرجون مناصب مهمة اعترافاً بدورهم في تأسيس دولة الاحتلال، على رأسهم مناحم بيجن اللي تولى رئاسة الحكومة، وليل السخرية والكوميديا السوداء حصل على جائزة نوبل للسلام، ده غير موشي ديان اللي تولى رئاسة أركان الجيش وشمعون بيريز اللي تولى رئاسة الدولة الصهيونية. حرب بدأها الصهاينة من حوالي 100 سنة حتى اليوم، وقبل بقى حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وقبل أي مبرر كاذب بيعلنوه لإبادة أصحاب الأرض ونهب بلادهم. والحرب اللي شنها الاحتلال على غزة مثال بيدل بشكل صريح على تاريخ عصابات الصهاينة الدموي، والعالم كعادته بيتفرج.